أيضا تسأل وتقول: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع هل هو من السنة أم هو بدعة؟ من السنة وضع اليد اليمنى على اليد على الكف، أي وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وقبضهما على الصدر للقيام في الصلاة، هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك ما قبل الركوع وما بعده، فإنه يستحب أن يقبض يديه ويضعهما على صدره حالة القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، لأن كل منهما قيام في الصلاة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة فعل ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا من سنن الأفعال الثابتة في الصلاة. نعم.